السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم سادتنا المشاهدين، مشاهدي قناة الأيام الفضائية أينما كنتم، وإلى هذه الحلقة والتغطية الخاصة من اليمن. سادتنا المشاهدين، في هذه الحلقة الخاصة سنسلط الضوء برفقتكم حول مشاعر التضامن والتأييد والنصرة من قبل اليمنيين لقضية فلسطين المحقة والحرة. هذه القضية التي لطالما كانت بالنسبة لليمنيين هي محور كل قضاياهم وهمومهم وفي مقدمات قضاياهم وأولوياتها، رغم ما يمرون به من ظروف صعبة وقاسية جراء استمرار الحرب والحصار السعودي حتى اليوم. سلام من صنعاء إلى غزة، يوصل مدجج باسم أبو جبري، لأهل الإباء والصبر والعزة، ذرع عفو في الحرب إسرائيل، طوفانهم هز العدو هزة، في يوم وقع مثل يوم الفي، كم من مقاوم فزة فزة، تجري الوعد الآخرة تفعي، خارت قوى المحتل، خارت قوى المحتل من وكزه، بعد العلو في الارض والتضليل. يقول تعالى: ولينصرن الله من ينصرن الله لكم من عزيز. في هذا اليوم ونحن نشارك في هذه المسيره الداعمه لاخواننا المجاهدين في فلسطين في طوفان، في معركه طوفان الاقصى، نؤكد اننا من الداعمين لهم، واننا
نؤكد على أننا نسند لهم وأننا إلى جانبهم كما قال سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأننا لن نتخلى عن قضيتنا الأساسية وهي قضية القدس القضية الكبرى. أيضا نوجه عدة رسائل. الرسالة الأولى إلى الصهاينة، نقول لهم زوالكم أصبح قريبا قريبا قريبا، وقد شاهدنا ما حدث لكم من ذلة من المجاهدين الصادقين. الرسالة الثانية نوجهها إلى دول النفاق، الدول التي تطبع معها إسرائيل، نقول لهم قد شاهدتم ما حدث للإسرائيليين، فكيف من هو أظهر من عبيد العنكبوت أن تتمسكوا لأنه سوف يحميكم. رسالتنا الثالثة إلى محور المقاومة، نقول للمحور المقاومة في كل من فلسطين ولبنان والعراق وسوريا واليمن جميعا، كلنا ضد إسرائيل وأمريكا، ضد إسرائيل الغدة السرطانية وضد أمريكا الشيطان الأكبر حتى اقتلاعها، والنصر قريب قريب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل قلوب اليمنيين منشدة ومندفعة وقوية نحو القضية الفلسطينية. منذ زمن ونحن في اليمن أنصار هذه هذا الوطن، الوطن الغالي، وطننا الفلسطيني الوطن الثاني. حقيقة اليوم شهدت اليمن بمختلف محافظاتها مسيرات كبيرة جدا خرجت مؤيدة، وفرحتها والفرحة تغمرها بهذه العظمة التي أسطرها أبناء الشعب الفلسطيني، والملحمة الكبيرة الذي تسطى لأكبر جيش في المنطقة، والذي يعتبر أنفسهم أنهم أكبر جيش في المنطقة. لقد كان الانتصار ليس للفلسطينيين بل للعرب جميعا، وهو رسالة قوية للعرب المطبعين الذي خذلوا الدين وخذلوا القيم والمبادئ الذي آمنا بها. نحن في اليمن نجسد ونؤمن إيمان قاطع بأن لا عروبة ولا قيمة ولا كيان ولا وحدة إلا بعد أن تخرج هذه الجرثومة من الجسد العربي. النصر حليف الفلسطينيين تجسيدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وندعو الله العلي القدير أن يكلل انتصاراتهم بمزيد من النجاح وأن يعزز وجودهم وصمودهم. معكم في هذه التغطية سيد العزيز، يسمي البعض قوة إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى النمر من الورق الذي تلاشت قوته في دقائق. استطاعت اليوم المقاومة في فلسطين أن تهز تلك الأسطورة المرعبة بأنه الجيش الذي لا يهزم، وأنه سادس أقوى جيش في العالم، أو يحتل المرتبة 16 عالميا بين أقوى الجيوش. برأيك اليوم هل كشفت عملية طوفان الأقصى مدى هشاشة هذا العدو وضعفه، وبينت للعالم أجمع بأن ما كان يتغنى به العدو الصهيوني ما هي إلا مجرد ترهات ومعلومات لا أساس لها من الصحة؟ فعلا كما يزعمون، كانوا يقولون بأنه الجيش الذي لا يقهر، ولكن عندما تم تنفيذ عملية طوفان الأقصى أصبح هذا الجيش الكرتوني، أصبح جيش من ورق، أصبح جيش ليس له قيمة، أصبح هذا الجيش فرار منهزم تحت الأقدام. شفتوا كما رأيتم وشاهدتم بعينكم عندما تم إخراج هذا العدو الصهيوني من داخل من داخل الميركافة. هذا يدل على أنهم لا شيء، وأن جيشهم لا شيء، وإنما هو أسطورة يخوفون بها الضعفاء من الناس وضعفاء القلوب. لكن نحمد الله ونشكره، أثبتت المقاومة وأثبت رجال المقاومة بأن هذا الجيش أصبح جيش لا شيء بفضل الله وبمنه وكرمه. ختاما سيدي العزيز، ولو أن للحديث بقية وأيضا الحديث شيق معك، برأيك اليوم الفشل الذريع الذي وصل إليه كان الاحتلال الصهيوني الغاصب من خلال إفلاسه في بنك أهدافه، من خلال استهدافه لغزة ومبانيها والمدنيين وقتله للأطفال والنساء، برأيك ما مدى حجم هذا الإفلاس اليوم، وكيف تعبرون عن هذه الجرائم؟ ما مدى سخطكم واستنكاركم لهذه الجرائم بحق المدنيين والأبرياء في غزة والتي ما زالت ترتكب حتى هذه اللحظة، انتقاما من الهزيمة التي تلقاها والصفعة الكبرى التي تلقاها العدو الصهيوني من قبل أبطال
وإشغال المقاومة في فلسطين. هذا يدل إفلاسه الإفلاس الشديد عند استهدافه للأبرياء من المدنيين الأطفال والنساء والأحياء السكنية، فهذا يدل على فشل هذا العدو. وأيضا هو طلب المعونة من أمريكا ومن بريطانيا، ورغم هذا لم يتجاوز ستة اليوم السادس أو السابع، وهو يطلب المدد والعون. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أنه مفلس جدا. وأين الترسانة؟ وأين الأسلحة الذي يمتلكها هذا العدو؟ هل هي ذهبت في خلال هذه الأيام؟ ونراه اليوم حاملة الطائرات الأمريكية والبريطانية والدعم الأوروبي من الغرب الكافر، يقومون بدعم هذا العدو، وهذا يدل على فشلهم، ويدل على الانحطاط الذي وصل إليه هذا العدو، ويدل على هزيمتهم. فنقول لهم مهما استهدفتم من المدنيين والأبرياء فهذا يدل على فشلكم ويدل على خسرانكم، والخسارة والهزيمة إن شاء الله عليكم، وسوف ترون في الأيام القادمة ما لم تتوقعونه. فما طوفان الأقصى إلا بداية، فهي قطرة من مطرة. نعم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى بفضل الله وبفضل رجال المقاومة ومن محور المقاومة سوف تكون هناك، إذا تدخل الأمريكي أو البريطاني سوف تكون هناك حرب إقليمية، ويدخل فيها جميع محور المقاومة من أبناء الأمة الإسلامية وعلى رأسهم الشعب اليمني. وكما وجه السيد القائد السيد بن عبد الملك بدر الدين الحوثي وقال بأننا حاضرون بمئات الآلاف من المجاهدين إلى أرض الأقصى لتحرير الأقصى، ففعلا لو لم يكن هناك الجغرافيا فيما بيننا وبينهم فيتركوا لنا طريق، وسوف يرون المدد والتفويج من أبناء هذا الشعب اليمني لتحرير الأقصى بإذن الله. بإذن الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى. إذن مشاهدين الكرام، كما شاهدتم معي هذه هي جزء من مشاعر النصرة والتضامن، وما زلنا معكم في هذه الجولة الميدانية في شوارع اليمن وفي مناطقها المختلفة لنتعرف على هذه المشاعر والحماس الحقيقي نصرة لفلسطين وشعبها وقضيته المحقة. نتابع. يا قدس جاد الفتح والمحور التم، والتأم نجور حق بادنا بالتأمة. يا قدس جاد الفتح والمحور التم، والتأم نجور حق بادنا بالتأمة. وحرار أماتنا من اليام لليام في معركة ضعي وقتال كرامة يوم الضمير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم أبو عدي. أخي العزيز، ماذا تمثل لكم قضية فلسطين منذ دخول الكيان الغاصب لأراضيها واحتلالها في 48؟ قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية والشعوب الإسلامية كافة، وهي تعتبر الغدة الخبيثة التي دخلت في جسم الأمة ولا بد من استئصالها، وهي قضية العرب الأولى والقضية المركزية. نعم. ولا نضال ولا جهد إلا بإكتمال الله بالتحرير الأرض من كل المغتصبين. نعم. عملية طوفان الأقصى، كيف تلقيتم هذه العملية؟ ما هي المشاعر التي وصلتكم عقب هذه العملية المؤزرة والتي حققت انتصار كبير على قوات العدو الصهيوني الغاصب؟ والله عملية يعني شرحتها صدر، هي كانت الذي يجب أن تحصل، وعملية ما شاء الله جبارة نفذها المجاهدون المخلصون في قطاع غزة وفي الأرض المحتلة الفلسطينية، وهذا باسمك طوفان الأقصى تماشيا مع العرض العسكري الذي كان صاروخ طوفان، كلها طوفان، وإن شاء الله الطوفان هذا سيشمل كل الأراضي المغتصبة لتحريرها. ختاما، انتقام العدو الصهيوني من الأطفال والأبرياء والنساء والمدنيين والعزل، هل تستنكرون وتدينون هذه الجرائم بحق الأبرياء والمدنيين؟ أكيد بكل التأكيد، هذه ثقافتهم، هذه هي أخلاقهم، وهذه هي إنسانيتهم، لا يمنهم لا إخلاق ولا دين ولا وازع ديني، هم الجموع إلى زي ما بيحصل عندنا في اليمن، نفس المؤامرة ونفس العدوان ونفسه في فلسطين، القضية واحدة والجبهة واحدة والمعركة واحدة. هل لديكم استعداد إن لزم الأمر كما ذكر السيد القائد إمداد المقاومين في فلسطين بالعتاد والمال والرجال عند تدخل قوى خارجية بشكل مباشر؟ أكيد بالتأكيد، السيد العلم إذا وجه فإحنا معه، وإذا صرح فهو قول وفعل، وإحنا إن شاء الله يعني جنوده الصادقين المخلصين له،
في كل توجيهات، لأن توجيهاته كلها ما فيها أي لقاش ولا أي جدال. سيدي العزيز، قضية فلسطين ماذا تمثل لكم أنتم اليمنيين منذ دخول الكيان الغاصب للقدس واحتلاله لمعظم أراضي فلسطين إلى اليوم؟ كما اعتدنا منذ طفولتنا وآبائنا وأجدادنا أن فلسطين جزء لا يتجزأ من قضيتنا الرئيسية، قضية اليمنيين أخواناً للفلسطينيين وجنباً إلى جنب معهم، وهي قضيتنا منذ أن بدأ الاحتلال في عام 48 وإلى أن تتحرر كامل الأراضي الفلسطينية بإذن الله. بإذن الله. عملية طوفان الأقصى والنصر الكبير الذي حققت هذه العملية، كيف تلقيتم هذا النصر وما هي المشاعر التي شعرتم بها بعد هذا الانتصار؟ وبرأيك اليوم ما أهمية مثل هذه العملية التي كسرت شوكة وأسطورة ما كان يسمى بالجيش الذي لا يقهر؟ طبعا الحمد لله رب العالمين، فرحتنا فرحة عامرة وغامرة لا توصف بشكل كبير، بالرغم من ما يتعرض له إخواننا الفلسطينيين من إبادة ومظلومية وسكوت، إلا أنهم مرغوا أنوف أقوى من كان يظن أنه أقوى قوة في العالم، وأنه 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 أشياء كثيرة جدا، لكن في خلال 6 ساعات تخيل، يعتبر شيء كبير وشيء عظيم جدا أن من يشعرون أنهم أقوى قوة في العالم وأنهم لن يستطيع أحد أن يقهرهم يغلبوا في خلال 6 ساعات، والمناظر التي رأيناها كانت تثلج الصدر يعني. نعم، الانتقام البشع والوحشي الذي ارتكبه كيان الاحتلال بحق الأبرياء والمدنيين والمباني السكنية، انتقامه الذي يدل على عجزه وفشله وبنك أهدافه التي تظهر مدى هذا العجز وهذا الفشل الذي وصل إليه بعد عملية طوفان الأقصى، هل لكم موقف استنكار أو تنديد بهذه الجرائم؟ وما هي الخطوات التي ربما تقدمون عليها أنتم اليمنيون في ظل استمرار هذا الصلف والعدوان الغاشم على غزة؟ أكيد كلنا ندين بكل العبارات وبكل الإمكانات وبكل ما نستطيع هذا الشيء، وأنا أقول تقريبا عكس الناس، إن لها وجهين، وجه إيجابي وجه سلبي. الوجه السلبي هو الإبادة الجماعية التي تعرضنا، والوجه الإيجابي أنهم يظهرون حقدا لما تعرضوا له من إذلال وهزيمة نكراء. كيف تصفون عملية طوفان الأقصى اليوم؟ كيف ترون هذه العملية التي دكت أسطورة ما يسمى بالجيش الذي لا يقهر، جيش العدو الصهيوني والذي يسميه البعض النمر من الورق الذي تلاشى في دقائق أمام قوة المقاومة الفلسطينية برأيكم؟ نحمد الله ونشكر أن وصلت القوة المقاومة الفلسطينية إلى هذه القوة، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل جهود الرجال المجاهدين من أبناء فلسطين الذين كسروا أسطورة إسرائيل قوة لا تقهر، وهذا فعلا أصبحوا قوة الآن، وإسرائيل أصبحت هشة، ورأينا أولئك الأسرى من قيادات إسرائيل كيف أصبحوا أذلاء وكيف أصبحوا مقهورين أمام هذه القوة العظمى. وعملية طوفان الأقصى هي أثبتت قدرة الفلسطينيين على دحر إسرائيل وقدرة الفلسطينيين على هزيمة هذا النمر الذي صنعوه وأشاعوه في أوساط الأمة أنهم قوة لا تقهر، وبفضل الله سبحانه وتعالى سيستمر هذا الطوفان إلى أن يجتث إسرائيل.
أخي العزيز، طوفان الأقصى وبعد الساعات الأولى من هذه العملية المباركة والمؤزرة شاهدنا انتقام الكيان الغاصب من الأبرياء والمدنيين، قصف هستيري لغزة حتى باتت على مقربة أن تمحى من على وجه الخريطة، قتل الأطفال والأبرياء والمدنيين. ما هو موقفكم من هذه الجرائم النكراء التي يرتكبها العدو الصهيوني الغاصب؟ وأيضا ما هو رأيكم حول هذا الفشل الذريع لبنك أهدافه واستهدافه للأبرياء والعزل؟ العدو جراء فشله في هذا في التصدي للمقاومة الفلسطينية اتجه إلى اتجاه آخر، وهو قتل الأبرياء وتدمير المنازل والمساكن على رؤوس ساكنيها، وهذا من الفشل الذريع. لكن مهما حاول لن يستطيع أبدا بإذن الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للجرائم التي يرتكبها نحن ندينها ونستنكرها، وبإذن الله سبحانه وتعالى إذا جاء الوقت المناسب وأعلن السيد القائد للتدخل فنحن جاهزون وحاضرون بكل ما نستطيع من قوة للتدخل مع الشعب الفلسطيني ومع أبناء المقاومة الفلسطينية لمواجهة إسرائيل ومواجهة أمريكا. فأوارس في فلسطين الأبطال تذهب للعز.
يلغم له للجلالة والسمو والفخامة يوم اشتروا فكر المفكر بدرهم وحدد الدرهم مجال اهتمام نكسر جدار الصمت ذي عم أظلم وجدار إسرائيل حف من هدامه جنودنا للقدس نامه ومحزم ونعم بجند الله محزم ولامه جينا بعزم وعلم واحساس مفعم وثقه بخالقنا ثقه ما استدامه جينا همام وافكار وعزوم وحمم في ما عراته ما بعدها الا القيامه فامار سهف نسقينا الابطال تفهم العز ثوار الحسا والمنامة وسوريا تسحب طهران تقدم والحشد يتقدم أمامه والسيد القايد بالانصار يهجم والجالح حزب الله قوم الكرامة وشعبنا بدم الشهادات يمام والدندم الجرح أدان الإقامة نقسم بمن لسان ابن مريم من اخذ فرعون وابقى حطامه لن نتركه لا يرتفع مستوى الدم من فوق سطح البحر في الفين قامه تمثل قضية فلسطين نعتبرها وكما قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين عليه السلام انها قضيتنا الاولى ولن نتخلى عنها مهما دفعنا من ثمن وان احنا سنواجه وسنستعد بالاف المقاتلين اليمنيين وندعو كل شعوب الامه الاسلاميه الى الانطلاق لحمايه القدس والى نصره القدس وسنواصل المشوار مع غزه وباذن الله الانتصار حتما للمسلمين. هل انتم مستعدون ان تقدموا المال والرجال دعما لطوفان الاقصى وللمقاومه الفلسطينيه؟ نعم نعم نحن مستعدون كابناء القبيله اليمنيه وندعو مجلس التلاحم القبلي وشيوخ القبائل والعشائر ان يلبي النداء للسيد القائد الذي سيجهز جحافل من جيش شعبنا اليمني العظيم في هذه العملية المباركة التي سوف مستعدين لها لنصرة الأقصى المبارك. مجددا مرحبا بكم سادتنا المشاهدين مشاهدي قناة الأيام، ما زلنا في هذه التغطية التي ننقل لكم من خلالها مشاعر التضامن والتأييد من قبل الشارع اليمني واليمنيين عامة سواء في هذه الشوارع وهذه المدينة أو في مختلف الشوارع والمدن اليمنية الحرة التي تحررت من الاحتلال الإماراتي السعودي وتخضع الآن لحكم وقيادة ثورة الأنصار. لدينا أحد الإخوة الذي وجدناه هنا في الشارع واستوقفناه، نتعرف عليك في البداية، اسمك الكريم؟ محمد الفاضلي. أخي العزيز، قضية فلسطين ماذا تمثل بالنسبة لكم أنتم اليمنيون منذ دخول الاحتلال الغاصب لأراضيها المقدسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل ولا تهنوا في ابتغاء القوم فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وترجون من الله ما لا يرجون، الحمد لله القائل وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. كنا بالأمس نسمع الأخوان الفلسطينيين يقتلوا في كل الأماكن ولم يعني يكون هناك أي رد من قبل الفصائل الفلسطينية وغيرها. اليوم في تحولات جذرية نحمد الله تعالى عليها، أن هناك نربط على أيديهم ونقول لهم أن المقاومة هي الخيار الوحيد، هي الحل الأمثل لتحرير مقدساتنا، هي الحل الأمثل لعزتنا وكرامتنا في كل المجالات على مستوى المقدسات أو مستوى الأرض. فالمقاومة هي السبيل الأمثل لدحر هذا العدو الغاصب المتغطرس. إذا كان العالم يتساءل عن الإرهاب فهنا الإرهاب الحقيقي، هنا الإرهاب الحقيقي يتمثل في إغلاق المعابر وقصف الطائرات من الجو وإغلاق المعابر وقطع المياه وقطع الكهرباء، هذا هو الإرهاب الحقيقي الذي يجب أن يتحدث العالم عنه.
نعم، عملية طوفان الأقصى، ما هي المشاعر التي وصلتكم عقب معرفتكم هذا النصر العظيم والكبير؟ والله كانت فرحة لا توصف، فرحة لا توصف. كنا يعني لنا عدة أعوام نحن منتظرين لها، نحن في الشارع اليمني، في الشعب اليمني، نمد على أيديهم ونربط على أيديهم ونقول لهم نحن معاكم، ليس لكم أي خيار إلا المقاومة. نسأل الله أن يوفقنا وأن تفتح الطريق إليكم، وسترون منا ما تقر به عينكم بإذن الله سبحانه وتعالى. مستعدون لتقديم المال والرجال إن لزم الأمر لتحرير الأقصى ودعم طوفان الأقصى؟ الله شاهد علينا، الله شاهد علينا أن نكون مثل ما نقول، أننا سنكون المدد والعون، وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن اليمن أهل المدد، سنكون مددا لهم بإذن الله تعالى في المرحلة القادمة بإذن الله. إذا تكاتفت الدول العربية نقول لهم كفاكم خذلان، كفاكم خذلان، كفاكم. ترون العدو الأمريكي يهرول ويناصر، يعني ينفذ على أرض الواقع ما يقول، ونحن لن نرى من الدول العربية حتى شجب استنكار. وهم يدعمون الباطل. نعم، وهم يدعمون الباطل، وهم يدعمون الباطل. انظروا إلى أمريكا كيف تدعم يعني الكيان الصهيوني المغتصب، وأنتم لا تحركوا الوعد. فوق هذا أنهم يهددون. لكن سيدي العزيز لله الحمد أنها تظل أنظمة الدول العربية، أما الشعوب فنحن نرى أنها حية إلى اليوم، وحية حية ضميرها ونخوتها تجاه القضية الفلسطينية. برأيك هل هذا الأمر تتفق معي فيه؟ حديثي هو عن القيادات. نعم، الأنظمة. حديثي هو عن القيادات العربية، هو عن الأنظمة العربية بالذات المطبعة. ما رسالتك للأنظمة المطبعة كالإمارات والبحرين وبعض الدول التي هرولت للتطبيع مع كيان العدو؟ الإمارات العربية المتحدة على وجه التحديد لقد أصبحت ممارستها ممارسات صهيونية. نعم. بكل ما تحملها الكلمة من معنى. شيء. يطبقون الأنظمة والقوانين الإسرائيلية في الإمارات، أصبحوا يعني خنجر في خاصرة الأمة العربية بأنظمتهم. ولن نتحدث عن الشعوب، وإنما نتحدث عن القيادات والأنظمة العربية. نعم، أخبرتني قبل أن نكون على الهواء مباشرة أن لديك مشاركة تود أن تبعث بها من خلال شاشة قناة الأيام الفضائية. هذه المشاركة إيش نوعها؟ نثرية، شعرية؟ هي مشاركة شعرية شعبية. قلت فيها في بسم الله المهرجان، هذا قلت فيها بعد بسم الله، قلت سبحان ربي هو الغلاب والقاهر، هو صاحب النصر والتمكين والقدرة. بالأمس كنا بقاتل مالنا ثائر، واليوم لا مننا عشرة فهم عشرة. طوفان الأقصى تحرك، طوفان الأقصى تحرك، والسماء تمطر رجال، والسماء تمطر رجال، والأرض تشعل، والأرض تشعل كلها جمرة. هج اللظى والصواريخ عادها تصفر في الجو، تطحن سلاح اليور والذرة، تثأر الأقصى وتذعر للشهيد ياسر والشيخ ياسين وعز الدين والدرة. يا ثأر صبره وشات اللامعي صور، يا ثأر صبره وشات اللامعي صور، ورسل مشاهد صل شارون لا قبره، قل له قد الدائرة دارت عدو يذكر المجزرة بذيب شات الله وفي صبره، قل له دمانا بتغلي والغضب ظاهر وبلازم الدم وسط الروس محترة. المعركة حامية والجيش مستنفر، أشبال غزة غزت للخصم لا وكره. شفنا مشاهد، شفنا مشاهد عظيمة تسلي الخاطر، هزت كيان الكيان وعرفت قدره. يا وعد بالفور، يا وعد بالفور، عادل وعد بايصبر، والعبرية بات قعد العالم عبره. يا سكس بيك وعد الأنصار بات دفر، ساند أبطال غزة ساعة العسرة. يا قدس قل للخليج ينزاح ويوخر، جالس أمامي وقدامي حجر عثرة، وصفع سعود الغبام الطام بالصابر، وولد هيان ذي محد سلم شره، أخزاك هرولت للتطبيع يا فاتر، واصبحت دمية لإسرائيل يا ذمرة. القدس ينزف جراحه وانت ذي تسمر، مع اليهودي يطيب الليل والسهرة. هيا عرب، هيا عرب، لا يظل حظكم عاثر، قد هي لكم يا شرار الخلق للنخرة. اليوم قرحت على عدوان مستعمر، للقدس يكفي مذلة يا عرب نوره، فكوا لنا الخط، فكوا لنا الخط لإسرائيل بان عبر. يا محلي الموت داخل قبة الصخرة، لبيك يا قدس، لبيك يا قدس،
لا داعي تقولنا بشر، ابشر بعزك نكون العون والنصرة. احنا اولو البأس في الإسراء وفي قافر والنمل والكهف، وانزل باسمنا صورة. ربي وعدنا ووعد الآخرة ساير جاسو خلال الديار في آخر الكرة، واحنا المدد يتحدث عننا الطاهر، أنصار سنة رسول الله والعترة، واحنا القيم والمبادئ والدم الثاير. ربي خلقنا على الإسلام على الإيمان والفطرة. يا قدس يا قدس هذا ربيعك للجهد كبر، ثورة مع القدس ولا للعرب نثرة. الله شاهد علينا ما لنا معذر، إذا تركناك وحدك هكذا بطرة. أقسم بربي فلو نفنا عن الآخر أو ما بقيت من دماء شعب اليمن قطرة، أو ما بقيت من دماء شعب اليمن قطرة. السلام عليكم. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى. إذن مشاهدين الكرام، ما زلنا مستمرون معكم لنتابع ما تبقى في هذه التغطية، فابقوا معنا. يوم القلم يرتع ويرسجد ويلغم له للجلالة والسمو والفخامة، يوم اشتروا فكر المفكر بدرهم وحدد الدرهم مجاله. نحن من ساحات، نحن من إحدى ساحات اليمن، نؤكد ونبارك لشعبنا للشعب الفلسطيني مقاومته ورده على الاحتلال، وبالخاصة المقاومة في فلسطين وفي العراق وغيره. ونقول لإسرائيل والله لن ترونا إلا حيث تكرهون، ها نحن نواجه الغدة السرطانية كما تواجهون إسرائيل. جئنا هما وافكار وعزوم وحمم، الحرب هي معروفة بين القوى وبين الفصائل. الشعب الفلسطيني المسالم والمدني ما له علاقة في الموضوع، لكن قدوة الغضب الصهيوني أو الحقد الصهيوني بيصب غضب أو بيصب لهيبة وحقدة على الشعب الفلسطيني. بقصة إنه ما مش عارف أنا هل الجانب الإنساني فقد فيهم حتى يرجعوا لهم الأطفال والنساء. إن الوضع الحالي بعد هذه الليلة المباركة التي كانت، نأمل من الأمم المتحدة ومن منظمة حقوق الإنسان أن تنظر لهذا العمل بعين الاعتبار، والتدخل لحماية المدنيين، حيث والقصف لا زال مستمر منذ اللحظة الأولى على المواقع السكنية والمدنية داخل غزة. هذا الموضوع ليس جديد، العدو الصهيوني منذ 67 وهو عدو بكل ما تعنيه الكلمة، لا يرحم لا شيخ ولا كبير ولا صغير ولا طفل ولا أحد. هذا الموضوع طبعا، هذا الدمار الشامل للأطفال والشيوخ يبدي ويوضح بأنهم عاجزون عن ضرب المقاومة، والمقاومة لا تقهر بكل تأكيد، وسيجدون إن شاء الله شيء جديد في الأيام القادمة. نعم. بإذن الله. دكتور اسمح لي أن أنتقل معك في الحديث إلى الشارع اليمني الذي أنت متواجد من سنة وأشهر، فترة أعتقد بالكافية لتنقل لنا وللسادة المشاهدين لشاشة قناة الأيام، كيف وجدت تفاعل الشارع اليمني مع قضية فلسطين؟ أول شيء اليمن، حبيت لليمن، اليمن السعيد، واليمن من أصل العرب، العرب خرجوا من اليمن. فالشعب اليمني شعب طيب صادق أمين وفي، يحب العرب، شعرت بالمحبة بكل شرائح المجتمع، فهذا فخر لي. الله يسلمك. كيف وجدتهم مع قضية فلسطين؟ قضية فلسطين والله فلسطين. أمس والله أمس في المستشفى الشباب والأطباء والممرضين يبحثون عن قوائم كي يسجلوا أسماءهم للانضمام إلى صفوف المقاومة في فلسطين، وهذا شيء مدعاة للفخر والاعتزاز. برأيك هذا يعكس أيضا مدى ارتباط اليمنيين بقضية فلسطين والأقصى؟ سمعت أنا وأنا أقوم ببعض اللقاءات الصحفية عن استعداد الكثير يقول للذهاب للجهات في فلسطين، هل أنت وجدت مثل هذه العينات من اليمنيين الذين أبدوا استعدادهم للجهات في فلسطين؟ هذا ما رأيته أمس، وهذا أمر طبيعي ويدل على اللحمة العربية وبأن العرب فعلا لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان. فأحيي وأشجع هذا الشعب العظيم الذي يريد أن يذهب بأي طريقة لمساندة المقاومة الفلسطينية. الله.
وبهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا وتغطيتنا لهذا الأسبوع، وإلى أمل الملتقى في تغطيات قادمة من اليمن. تقبلوا مني أنا عبد الولي البخيتي خالص التحايا، دمتم في أمان الله.